الركلات الترجيحية، الضربة الأولى للفريق الأصفر. القوات الجوية هو من سيضرب أولا، أو خلينا نقول أن أيتبو أياش هو من سيضرب أولا. أيتبو أياش سيضرب أولا عن طريق فيصل العزاتي. فيصل العزاتي هو طبعا الهداف، عنده 5 أهداف رفقة فريق أيتبو أياش. بنو بوعياش في الضربة الأولى، 3 ركلات لكل فريق، 3 ضربات لكل فريق. هنا لحظ، هنا من سيغادر ومن سيبقى. هنا اتحاد الجامعات ينتظر من سينافس في النصف النهائي. أدنوك سيواجه بن حمودة، بلال أمام فيصل، قوة كبيرة لفيصل، قوة كبيرة لفيصل العزاتي بهذه الضربة. يعني في كرة قدم الصالة يا تصيب يا تخيب، ما عندكش كلام ثاني. هنا عبد الرؤوف عمر، هي عبد الرؤوف عمر، عندك الحارس، الحارس أشرف، وأشرف فنان. عبد الرؤوف أخاف عليك يا عبد الرؤوف. إذن الضربة الأولى للقوات الجوية، يضيع عبد الرؤوف، يضيع عبد الرؤوف. أشرف أزلة يتصدى بشكل ممتاز، هذا الأشقر المغربي يتصدى للكرة الماضية بشكل رائع جدا، مش ممكن. الضربة الثانية للرقم 5 سليم بالهادي، سليم بالهادي يستعد للكرة القادمة. بلال الحنفي هل تنقذهم في هذه اللقطة؟ الثاني هنا سعيد خرازي يستعد للكرة القادمة، سعيد الخرازي يستعد للكرة القادمة. الضربة الثانية 2-0، 2-0. إذا ضيع سعيد الخرازي خلاص، وإذا سجل لا زال في الصراع بقية. هنا سعيد الخرازي يستعد للكرة القادمة. 2-0 حتى الآن لفرقة أيتبو عياش القادمون من شمال المملكة المغربية. سعيد الخرازي أمام أشرف، أشرف ممتاز من خلال الركلات. هنا أشرف، تحرك أشرف، خلصت الحكاية. مبروك أيتبو عياش الصعود إلى النصف النهائي، هارد لك القوات الجوية بخروجهم من الربع النهائي بركلتين وبكرتين وبركلتي جزاء. في النهاية لابد أن يكون هناك غالب ولابد أن يكون هناك مغلوب. في النهاية في النصف النهائي بن حمودة سيواجه أدنوك، وفرقة أيتبو عياش ستواجه فريق اتحاد الجامعة.